يصادف الأول من شهر تشرين الثاني من عام 2020 الذكرى السنوية السادسة ليوم العالمي للتضامن مع مدينة الصمود كوباني، حيث سطر أبناؤها من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبمساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش ملاحم البطولة. حتى روجا إيرو أو كاسم إنهانكو دستك دان هيزن تروري أو داعش هين لسر دست لدارينا وجارك ادن ام چند روجان بري جارك ادن تهديد ان خوا برنگ كي دن برنگ كي آشكرا و زلال دا خويا كرن انو لإيرشن خوا آن هبونا يپجي لروجاوا و باكوري سوريا آن هزا قصد آكو با جد 2014 دا حتى روجا إيرو الهامبر ترور شرح خواده كي دی ساتینه سر زمان هیزن آشتیخاز هیزن ای ریزگار کرنه جبوی زاروکان جبوی گلان جبوی جواک حمی وکی ترور دده نشاندان لی ام لوی در که دقادا جنا برخوادیر کلا برخوادان الکوبانه بانگه که ما هیزن او نتوی را هیه بطایبه تحالف الدولی و روسیا یک بوی و امریکا کانه به سینور کی جوی تهدیدات ایرو کو طیب اردوغان و حوال بنده و داعش دده مشاندن راوستینه. كما اننا ندعو الدول الضامنه لوقف اطلاق النار، روسيا الاتحاديه والولايات المتحده الامريكيه للالتزام بتعهداتها ووقف الانتهاكات المستمره على مناطق شمال وشرق سوريا.